هو نقدر نقول عليه ذا بيج اليفنت ان ذا روم، خبر اعلان الاب الروحي او الجاد فادر لانظمه الذكاء الاصطناعي جيفري هينتون استقالته من منصبه في مؤسسه جوجل. ونقدر نقول ان الخبر ده هو اللي تصدر كل مواقع المهتمه باخبار الارتفيشال انتليجنس او الذكاء الاصطناعي في خلال الايام الماضيه. جيفري هينتون ما كانش بس استقالته هي الخبر الرئيسي او المانشيت الرئيسي في الحدوته، لا، اللي اخطر من كده كمان هو السبب اللي قاله جيفري هينتون عن استقالته، ان هو قال أبدى تخوفه من سرعة الاندفاع في تطور أو في أو خلينا أقول اللفظ الأقرب للحدوتة، سرعة الإقبال المباشر على استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي بدون تريث أو بدون إدراك مخاطر هذا الاندفاع. وقال إنه من ضمن تصريحه إن هو خايف من ان الانظمه دي، واعتقد ان التصريح ده كان تصريح مسرحي شويه او سينمائي شويه، انه خايف ان الانظمه دي تتطور لمرحله انها تتفوق على ذكاء البني ادمين. في رايي الشخصي مستر جيفري هينتون كان بيفكر بطريقه اللي هو ايه، انتوا مش عايزين تسمعوا لصوت العقل، طب انا هخوفكم بصوت الهلاوس اللي في ناس ممكن تخوفكم بيها. جيفري هينتون ومعاه ناس كتير جدا من مجال مجالات مختلفه جوه عالم الاي تي وجوه عالم السوفت وير وجوه عالم الشركات الرائده في مجال السوشيال نتوركس بيحاولوا يجمعوا حملات توقيع لايقاف الاندفاع المبالغ فيه لاستخدام انظمه الذكاء الاصطناعي، وبدون بدون 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 التوافق على كود موحد، كود أخلاقي موحد ما بين كل الأطراف الدولية المعنية على مستوى كوكب الأرض كله. فهو عايز يوصل لمرحلة إنه يا إخواننا تعالوا نعمل ستوب، تعالوا ناخد بريك، تعالوا نشوف كده المشكلة سببها إيه، ونحاول نوصل لأرضية مشتركة تضمن معيار الأخلاقي اللي بيحكم هذه الصناعة أو بيحكم هذا المجال. فالناس ما بتسمعش، فالراجل الراجل بمنتهى البساطة راجع لتصريح مسرحي سينمائي يقول لهم يلا بقى انتم مش عايزين تسمعوا صوت العالم، طب انا هسمعكم صوت بقى ايه الرعب اللي ممكن تتوقعوه من فيلم ترمينيتور مثلا، او تتوقعوه من افلام الخيال العلمي اللي بتسيطر على عقول الناس المتخوفه من انظمه الذكاء الاصطناعي. لكن انا من وجهه نظري شايف ان هو تصريح مسرحي بالمقام الاول والاخير، هدفه الاساسي انه يلفت انتباه الناس للاندفاع في هذه التقنيه بشكل مرعب جدا. وكمان هو عايز يوجد لنفسه مساحه يقدر ينتقد بيها المنتجات اللي بتخرج في هذا المجال خارج المنصب بتاعه. فده أول تصريح قلب الدنيا طبعا، وعمل زي ما بيقولوا كده بالبلدي نوش في الـ في الـ في الـ في مختلف قطاعات البيزنس المختصه بالذكاء الاصطناعي. وحتى كان اول حاجه لفتت انتباهي قوي بعد التصريح ده هو الاخبار اللي بدات تخرج من مرتبطه باوبن اي اي ان هم هيأجلوا نسخه جايه من شات جي بي تي خوفا من انقلاب الراي العام بسبب استقاله جيفري هينتون من جوجل. فده اول خبر عندنا طبعا نقدر نقول عليه، نقدر نقول ده البيج اليفنت ان ذا روم، ده اللي بنتكلم عنه ونحطه في مصاف الحدوته كلها.